تخيل إنك في مطعم ومحدد طلبك والكمية اللي تحتاجها، فجأة عينك تطيح على الشخص اللي جنبك وما شاء الله طالب المنيو وما فيه. معقولة هذا يأثر على طلبك؟ مع الأسف يأثر، لأن السلوكيات تنتشر مثل الإنفلونزا. فالشخص اللي يعاني من السمنة، أنا؟ إيه أنت، أجل أنا؟ ممكن تزيد احتمالية إصابة الأشخاص اللي حولك بالسمنة لثلاث أضعاف حتى لو ما كنت تعرفهم، والأشخاص اللي تأثروا بيك يأثروا على أشخاص حولهم وهكذا. هذه حقيقة مرعبة، كون 35% من سكان المملكة يعانوا من السمنة. تخيل إمكانيتهم على نشر سلوكيات مؤدية للسمنة وبالتالي مضاعفة عدد المصابين بالسمنة. هنا لازم ندق جرس الإنذار، لأن أضرار السمنة ما تتوقف عند الأضرار الصحية المعروفة ولكن تتجاوزها إلى أضرار اقتصادية. فتكلفة عمليات السمنة بالمملكة تصل إلى 17 مليار سنوياً، وخسائر الأرواح تزيد عن 50 شخص كل يوم. هذا ضعف وفيات حوادث السيارات في المملكة، وعلى مستوى الفرد جودة الحياة تقل ويصعب عليه حتى التنفس والنوم. لكن ممكن نبدل الحال ونستفيد من إنفلونزا السمنة ونحولها لإنفلونزا صحية عن طريق التغييرات البسيطة ذات التأثير الكبير، واللي ممكن نسويها عشان نهتم بصحتنا ونرجع للوزن المثالي، واللي أكيد راح تأثر على المحيط اللي حولنا وتخليه أكثر اهتماماً بالصحة. وبكذا تكون حافظت على اقتصاد الوطن وحافظت على صحتك وصحة مجتمعك. عشان كذا ساهمت كامبريدج في نشر الوعي الصحي وحققت الوزن المثالي للكثير، وقدرت تقلل السمنة في المملكة بخسارة 3 مليون كيلو ل 200 ألف شخص. في كامبريدج التغيير أسهل مما تتوقع، لأنه حمية يعني كامبريدج.